الترحيبي بدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير دكتور خالد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذة لبنى، أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك بحضرتك. دكتور خالد. دكتور خالد يعني برضو تفاصيل أكتر، يعني طبعا سيادة المحافظ قال لي بعض العناوين، لكن أفهم من حضرتك بقى موضوع القوافل الصحية، وهل هي لمدة 3 أيام بس وليه، والكروت هتتصرف لمين وتشمل يعني أي نوع من أنواع الرعاية والأدوية؟ خليني اوضح لحضرتك. اولا هو النهارده السيد الوزير لما توجه للاسماعيليه برفقه السيد المحافظ كان معاه قافله طبيه. القافله الطبيه دي كان الحقيقه بتتكون من 26 عياده متنقله. ال 26 عياده فيهم اطباء من جميع التخصصات، منهم عياده فيها عربيه فيها صيدليه كامله متوفر بها جميع الادويه. الأطباء زي ما وضحت لحضرتك كل التخصصات، جراحة وعظام وبطنة وسكر ونساء ومسالك. في كمان سيارات كان بها ألبان أطفال وسيارات أخرى كان بها تطعيمات. الحقيقة كانوا بيشتكوا امبارح من موضوع ألبان الأطفال والمستلزمات كمان الخاصة بالأطفال يعني. لا الحقيقه كل اللي يعني كان مع السيد الوزير ايضا الدكتوره ماجده طنطاوي، دي مسؤوله عن توفير المستلزمات في الوزاره، وكان معاه الدكتور شريف وديع مستشار للرعايه المركزه والطوارئ، والسيد رئيس هيئه الاسعاف. الحقيقه كان معاه الفريق كامل، وال 26 سياره فيهم كل الامكانيات اللي ممكن تبقى مطلوبه لهؤلاء الاسر اخواتنا اللي موجودين في الاسماعيليه. الحقيقه كمان تم طباعه كروت طبيه مجانيه وتم توزيع. احنا طبعا 1000 كارت، عندنا 381 وافد حتى الان لمحافظه الاسماعيليه، تم توزيع عليهم جميعا السيد الوزير. يمكن هو السيد المحافظ الكارت يعني مش للاسره، الكارت للفرد، الكارت للفرد، لكن خليني اقول انه كل ال 381 تم توزيع عليهم كروت حتى لو كانوا من نفس الاسره. يعني كان في النهارده اخوات ويعني واسره كامله، فرد فرد في الاسره تم توزيع عليه الكارت. الكارت ده بيتيح له تقدم له خدمه مجانيه سواء كانت في العيادات المتنقله او سواء كانت في اي مستشفى من مستشفيات محافظه الاسماعيليه. والكارت ده مش بس الكشف عادي، لا ده من كشف عادي لعمليه جراحيه، يعني اي مرحله من مراحل العلاج هتبقى بهذا الكارت، وهم بدأوا بالفعل استخدامه. عندنا ايضا ده الكروت دي دكتور خالد يعني ساريه لمده معينه ولا طوال فتره الاقامه يعني؟ لا طوال فتره اقامتهم في الاسماعيليه. احنا قلنا ان 26 سياره العيادات المتنقله هتتواجد كفتره مبدئيه لمده 3 أيام، ولكن يعني هتعوضها الكروت بعد كده بقى. لا 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 خالص، القافله يعني لو احتاجنا القافله تمتد اكثر من ذلك هتمتد، وهيتم تزويدها بالامكانيات لحين اشعار اخر، لحين انتهاء فتره تواجد الاسر في محافظه الاسماعيليه وعودتهم بسلام ل شمال سيناء ان شاء الله. لكن ان شاء الله يعني والخدمه، احنا برضو عندنا مستشفى الاسماعيليه العام، سيد مستشار الوزير ورئيس هيئه الاعلام زاروا المستشفى الصبح اطمنوا على الخدمات الطبيه المقدمه، واتفتح خط ساخن بين المستشفى وبين قطاع الرعايه الحرجه في الوزاره، بحيث انه يعني يكون ده المرجعيه لاي من الاسر. في ايضا 30 رائده ريفيه، دول مسؤولين عن التواجد مع هؤلاء الاسر في مخيماتهم وفي مساكنهم علشان يدلوهم على الخريطه الصحيه داخل محافظه الاسماعيليه. تمام، شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. احنا